هلو يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كلنا احنا اصحاب الكرام. مثل ما انتم شايفين شباب، نزل الفاير باشا، باقي له بعض من الثواني يا اساطير. اوكي، ها عم يفتح، عم يفتح، عم يفتح حبيبي والله. انت مانو ال وات از ذس شباب؟ ايه تمام. اوكي، اوه تحورت حبيبي والله، والله شي لوز. اوكي، ثلجات وما ثلج واشياء وقفزات ومهارات وكمان حبيبي. تصريح النخبة طبعا شباب. هذا هو مساحة العذاب فاير باس. طبعا شوف، ما اعرف، خلينا نسكر بنجرب نفتح عشان عشان يتغير الشكل هذا ونشوف بسرعة. ويت ا مينيت. اوكي اوكي شباب، جددت اللعبة يا اساطير، الفاير باس اتجدد. هات ندخل ونشوف شباب، شوف الاشياء شباب. انا متحمس كثير حبايبي، فيك شيء كثير متحمس له شباب، كنت عم بحكي فيه على البث مباشرة، عم بحكي بالموضوع على البث مباشرة من شوي يا اساطير. اوكي شباب، خلينا نشوف شوي شوي شباب، شوي شوي شباب، ما انا مستعجل على رواق. عندنا هون شباب اول شيء السكين، هذا سكين السيارة نحصل عليها وبنعملها تزويج شباب بشكل سريع شباب. عنا الجولد هون، عنا هاي البانر الافاتار حلو، عنا هون دروبات، عنا هذا افاتار ثاني شباب، افاتار مرتب وجميل. عنا هذه اللبسه شباب، لبسه البنت شيء جميل جدا، هذا نفس الشيء شباب. اوكي نحصل على هذول. عنا هذا البانر، خلينا نعمل تزويج شباب، نجرب البانر، لازم نحط له، شوف شكله على... والله بانر كمان حلو، ازرق كمان على ازرق احمر، شيء كثير حلو يا اساطير. طبعا حبايبي الكرام، قبل ما نبلش المقطع شباب، بلشنا المقطع مش تاخذوا، لا تاخذوني نسيت اخلكم، لا تنسوا صلاه على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى ناس، ولا تنسونا باللايكات والشيرات شباب. راح يكون في من اول مقطع لاخر مقطع راح يكون في كودات، اوكي؟ خليكم متابعين المقطع شباب من اول لاخر عشان تحصلوا على كودات، كودات جواهر يعني. قسم قرن يا شباب. اوكي شباب، عنا هنا اهم شيء، عنا هنا السكين البنت. سكين البنت يا اساطير، بالنسبه لسكين البنت، سكين مرتب، اوكي يعني شوف الجسم من فوق، طبعا الشعرات هذا والجسم من فوق، البنطال، الحذاء، الشعرات. والله هيك اول مره هيك بينزلوا هيك شكل من شكل الشعرات يعني. عنا هون المكياج تبعه ولوز اللوز، حبيبي والله، تعال. التمانو، طبعا ما راح نعمل فتح. شوف بعد شوي نكمل. عنا هون الاشياء هون جميله جدا. عن اولي شو كان قصير طبعا شباب، طبعا راح نحرق ابو هذا. او شكل الفاير باس، شارات الحكم، حكماء الظلام، حكماء الظلام يا للروعه. اوكي شباب نكمل قدامنا، نشوف شو الاشياء. اولي عنا كنز، قول والله كنزي حلو، بس ليش الحذاء هذا شو عم يعمل هون؟ الحذاء هذا شو عم يعمل هون يا اساطير؟ حد يفهمني شباب، الحذاء هذا شو عم يعمل هون؟ خليني اعمل لكم فرجيكم مثل العاده شباب، هالحذاء شو عم يعمل هون يا اساطير؟ فهموني ايش يعني؟ اوكي نكمل، نكمل برو، نكمل اللعيبه، هذا هو شباب. عندنا هون الحقيبه، اوو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 و
نجرب كل شيء نجرب كل شيء. هاي نجيب الحقيبة حبيبي والله. اه وين راحت الحقيبة؟ قول لي. اه حكي حلو. اوكي عنا البنر هذا يا سطير. البنر هذا يا شباب شيء اسطوري باين عليه كمان. قول لي هم بيدي الرخصة عندما تهز بخصما. اوه هاي رخصة شباب. الرخصة اسطورية شباب. الرخصة عجد مايكل جاكسون مع مايكل جاكسون شباب. ايه تمانة فرجوا 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 معي شباب فرجوا حبيبي والله. لا شوف والله بعد شوي بتحمس كده نجربه بال 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 بالساحة. نجربه بالساحة. يلا شباب نجيب ابو الرقصة كمان نحرق ابو هذا الباتشات. يا اخي يا اخي نعمل حصول كيف هيك صار؟ اوكي انا هون. اوه هاي المكان اللي بنزل منه والله شي حلو. ابلع تعال يا جميل. اوكي شباب خلينا نكمل شباب. هون عنا هذا الجميل. شوفي هون شباب والله ما تفهم شيء شباب من هون الوضع اقسم بالله شباب دوخوني هذول. يا اخي نعمل حصول على كل شيء. اول شيء نعمل تزويد اي شيء بنحصل عليه شباب. هاي بنعمل له تزويد. اوكي تزويد حبيبي والله تزويد كلش تزويد. هاي اللعيبه مع الرقصه شيء اكيد.
هاي كمان معلم حبيبي والله. التمانو صندوق غنام الكريستال هذا تبعت اللوت بوكس، شيء حلو. اوكي الان شباب حان وقت شو باقينا، شو باقينا ما جبنا يا صديق، ايش باقينا ما جبنا يا صديق، طول برا. وهي بالنسبه للكنزه نرجع على الفاير باس، نجيب الفاير باس سكين الفاير باس شباب ضروري حبيبي والله. هيك شباب بكون حركنا بالفاير باس كل شيء جبنا. اوكي بالنسبه للاشياء والله في شعر حلو شباب، في كيو ماجيك والله كمان شيء كتير حلو صراحه يعني. والله انا تمام فاير باس هذا شاب 10 على 10 شباب، الفاير باس هذا اقول 10 على 10 وبدون نقاش، وبدون نقاش شباب، وبدون نقاش. تفرجوا معي شباب، خلينا ندخل على خزني لنشوف. تعالوا تعالوا يا جميل تعالوا الخزني شباب، عندنا الشعارات شباب حلو. اوه شوفوا العيون شباب، لا لا شباب بسرعه، لا رح اجرب، القناع الساكورا عليه شباب بسرعه، رح اشوف كيف الشكل رح يكون. لوس اوكي نرجع على فاير باس هذا، ننسى فاير باس اول. انا هنا الجسم شباب والله جسم كمان حلو متشكلس، شي يعني شي هيك ذهب ما ذهب بصراحه شباب. ندخل على التدريب، بسرعه شباب نجرب. تعرفوا شباب اول شيء رح نجرب ليديز، اول شيء شباب نجرب الليديز، بعدين الجنتلمان ولا ذاك حبيبي والله. جيب نشوف الليديز شباب، ما ننسى الليديز اول شيء، نشوف الليديز. خزني نجي لهون الشعرات. اوكي عندنا هون قناع مثل قناع ولا هيك شكل. اوكي عندنا هون المكياج، لوز الجسم حلو، روب ازرق يعني انا ازرق يعني شيء مرتب شيء لوز لوز. اوكي شباب خلينا ندخل نجرب اول شيء الليديز، اوكي ونجرب الحقيبه على الليديز وبعدين نجرب الحقيبه على المان ولا على الشباب. وفهمت عليك خلاص، فهمتني يا زلمه. اوكي هذا هو جسم شباب الاساطير، خلينا نجي لهون نعملكم هيك نخفي حالنا. اوكي حبايبي الكرام ونعرض لكم، اوكي قبل كل شيء طولوا بالكم نعرض لكم الكود الشوب تو جيم شباب، شحن جوال قسمه شوب تو جيم، شحن جوال يا اساطير. الف مبروك راح ياخذوا يا اساطير، مبروك عليكم يا احلى الناس. اوكي شباب نرجع نسكر هون نشوف. طبعا حبايبي الكرام راح يكون في كود ثاني خلوكم مركزين، وفي شيء ثاني شباب رح نعمل سحب عشوائي تحت بالتعليقات نفوز شخصين او ثلاث اشخاص، المهم شباب سحب عشوائي اقل شيء نفوز شخصين شباب، كل حط الايدي تبعه ولوز اللوز. اوكي شباب الحلوين طبعا رح نشوف الشنطه، هي الشنطه شباب بالنسبه للبنت كيف شكلها يكون. اوكي حبيبي والله هات نشوف هون نعملكم ميك الزوم جميل. اوكي يا ستير لوز اللوز الحقيبه، حقيبة نمبر 2 يا ساتير عندنا هون شباب، والحقيبة نمبر 3 يا جميلين هذا هو. والله شباب الحقيبة على البنت يعني زيك على البنت ركزوا معي، زيك على البنت يعني اتس اوكي اتس اوكي اتس اوكي. يلا نطلع نشوف الغير، الان شفنا السكين على البنت يا ساتير، الان راح نحول. اوه الرقصة وين الرقصة؟ اولي الرقصة شباب، كياي اهم شيء، الرقصة شباب، الرقصة يا اساطير، كيف نسيتها؟ الرقصة يا حبايبي الرقصة، تعال 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 يا جميل تعال تعال تعال، أين هي الرقصة؟ وين الرقصة؟ أوبا ليش شكله لون أزرق طالعة؟ لا والله ما أقبل، شباب شوفوا إت إت إي 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 أوبا يلا شباب خلينا نشوف نجيب نشوف الشاب الان شباب، حان وقت الشاب. شو كنت حاطط انا بالعاده؟ حاطط كنت ماكسيم يمكن، وين ماكسيم؟ شخصيه ماكسيم حاطك انت شباب، انا وين تختفي يا ماكسيم يا جميل؟ وين يختفي ماكسيم شباب؟ صراحه شباب كل مره اضيعه هذا ماكسيم، يا اخي وين ماكسيم؟ ها عليكم. اوكي خلينا نشوف الرقصه الان على الشاب حبيبي والله. لوز اللوز ايه طمانه ايه حلو ووو. شباب ندخل نجرب شباب، الشاب شباب ضروري نجرب الشاب شباب، الرقصه مع الشاب شباب. طبعا انا دائما بلعب بسكنات يعني الشاب تعرف يعني حبيبي والله. يلا ليتس جو. اوكي ليديز اند جنتلمان، طبعا حبايبي الكرام قبل ما نبلش كمان يا شباب شيء ثاني بدعيكم تشاهدوا الفيديوهات الاخيره شباب، لانه هذا الفلت يعني ظرف
24 ساعة شباب نزلت لكم تقريبا 3 فيديوهات يا صديق. ممكن يكون في مشكلة بالإشعارات ما شاءت ليك شباب، رح أحط لكم آخر فيديوهات نزلت لكم يعني بهذا اليوم ال 24 ساعة هاي اللي فاتت، ولا 25 ساعة اللي فاتت، حط لكم فيديوهات اللي نزلناهم شباب، بدعيكم تروحوا تشوفوها شباب، فيديوهات كمان تيرو أسطورية. أوكي ليديز أند جنتلمان، يلا شباب خلينا نشوف الحقيبة على الشاب. أوكي هي عندنا نمبر 1 شباب، نعمل هيك الحقيبة نمبر 1 شباب، الحقيبة نمبر 2 أوكي، وهي النمبر 3. والله شباب ايه والله شباب يعني الحقيبة ما عرف حاسة هيك صايرة عوجة شوي، بس والله كشكل يعني شباب بصراحة شوي كبيرة. اوكي ما اكذب عليكم، الشراحة 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 شوي كبيرة، اقسم بالله شباب الحقيبة شوي كبيرة، بس اتس اوكي اتس اوكي يعني اتس اوكي okay. اوكي شباب شفت من شوي كمان انه كان في ميني شوت جان، منزلين ميني شوت جان، شكل ميني شوت جان هذا هو كمان فرجيكم مع بنفس الوقت، هذا هو شكل ميني شوت جان. الان شباب نجرب شوي السكيل شباب، يعني فاير باس جديد والحقيبه وقولي وحبيبي والله، هلا نشوف حال نجرب شوف السحر هل سوف يضربوننا شباب، نحاول نعمل الرقصه. ايه 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 معلم 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 حبيبي والله حبيبي والله، طيب بدي افرجيكم الرقصه شباب، افرجيكم الرقصه كيف شكلها يا حبيبي، طول بالك حبيبي والله شوف. اي 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 والله شباب الرقصه يعني باللعب كمان شيء حلو يا زلمه، شوف ارجيهم رقصه للمتابعين، يخرب بيت سنتك منك قالوا عم تدربك، بدنا نفرجي الرقصه للمتابعين يا اخي. قول لي قول لي ووو يو اسطوره اسطوره معي والله شباب، خلينا نفكر شلون نعمل حركه، نعمل هيك مثلا هيك مثلا، وين الشباب نضرب بربنا عليك بربنا عليك بربنا، يلا 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 نعمل هيك الحركة هاي ووو هيتشو تين 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 تين. لما يدور شباب شوف لما يدور لما يدور لما يدور ركز شوف لما يدور يدور هيك ويضرب، والله شيء حلو حلو كثير شباب. اوكي حبايبي خلينا نطلع، شفنا اهم الاشياء يعني شباب، شفنا اهم الاشياء، خلينا نرجع لبرا نطلع لبرا نشوف الاشياء، نتاكد ان يعني فرجيناكم كل شيء. اوكي حبيبي ليديز اند جنتلمان، اوكي عندنا هون يا شباب فرجينا شفنا هذا اللوت بوكس، اوكي عندنا هون حجر، الرقصه الاسطوريه، اوه هي لازم نجربها شباب، خلينا ندخل نجربها شباب، ندخل نجربها، نحاول ندخل نجرب بالسولو، فرجيكم النزله شباب، لا ضروري. اوكي ليديز اند جنتلمان، اوكي يا حبايبي الكرام، ليتس جو. ايه تمانو، ايه انا اول واحد، انا والله بابي بابي حبيبي ولا شوف الرقصة رقصة شباب شوف الرقصة إتا والله شيء جميل جدا حبيبي والله اوبا فرجيكم شباب بشكل سريع الجميلين الحلوين شباب جهزوا حالكم يا اساطير الكودين شباب هذا اللي عرضت لكم كودين شباب ما اعرف اي واحد عرضت اول شيء سو جايز الف مبروك راح ياخذ شباب القسايم الجوار يا اساطير مبروك لكم يا احلى ناس سو ليديز اند جنتلمان يعني هيك بكون كمان انتهى مقطعنا اليوم يا اساطير ان شاء الله عجبكم حبايبي الكرام الكودات شباب لا تنسوهم يعني حطيت لكم الكودين اللي عرضته ما اتذكر يمكن عرضت الاول واول اول واول الاول اول شيء لا تنسوا كمان شباب الاول اول واحد ولا الثاني اول واحد لا تنسون حبايبي كمان راح يكون في سحب عشوائي لا اجمل تعليق حطوا تعليقات حلوه يا شباب حطوا لايك تحت اوكي ليديز اند جنتلمان ولا خلينا ننهي شباب الفيديو مع استعراض الثلاجة اوكي وكمان حبايبي كرام لا تنسون بما انه برجع بكرر يا جميلين لا تنسون حبايبي بالنسبة والله شيء حلو الثلاجة شباب شيء حلو لا تنسون شباب انا الفترة الأخيرة نزلت يعني هذا اليوم هذه الفترة 25 ساعة اللي فاتت نزلت تقريبا ثلاث فيديوهين ولا ثلاثة ما اتذكر شباب لهيك شباب ممكن يصير في تأخير بالإشعارات لهيك يا حلوين رح نزل لكم الروابط الفيديوهات الأخيرة بتمنى من كل اسطوره شباب يروح يشوفهم اوكي فيديوهات يعني كثير حلوات كمان شي لوز اللوز سو ليديز اند جنتلمان بشوفكم فيديوهات جديده ان شاء الله عجبكم المقطع سلامات حبايبي.